استاذ عصام وحضرتك انتقلت بقى لموضوع اخر، الفيديو كونفرنس والتدريب في البيت ماشي تمام وكل حاجه، بس هل ده من الممكن وحضرتك استاذنا يعني من الممكن ان يستفيد به اللاعب 10 15 20% ده بحد ما اقصى اقصدش يعني؟ يعني ده انا اقصد الحفاظ على الامل، انك الحفاظ على الامل إنك حلو قوي العنوان ده، الحفاظ على الامل، انك كابتن زي افلام كده المثيره ماسك حبل وايه متدلدل من 20 دور ومصمم تفضل ماسك الحبل مش هتسيب ايدك ومتاكد ان حد هيجي يشدك. ايوه استميت بقى، استميت على ما تبقى من فرصه لصناعه عظمى، هذه الصناعه تستطيع ان تمد. انا بقى لي 4 سنين بقول الكلام ده ويفكروني بنظر، تمد الاقتصاد المصري ب 32% من العملات الصعبه، وتوفر 1.5 مليون فرصه عمل للعاملين ب 4000 ل 7000 جنيه يا كابتن، دي دراسه عملها زملاء اقتصاديين معانا. مش ممكن بقى الصناعه دي ترجع 30 سنه لورا، يعني بدل ما المكن بقى الكتروني ترجع تاني منافيلا تديني زقه وارمي التاني. لا خلاص مفيش الكلام ده يا كابتن اسلام. والله العظيم مصر في افريقيا هي المانيا وانجلترا واسبانيا واي حد، اللي مش شايف يا عم انا مش قادر اقول له، دي بلدنا كلنا، مش هقول له فرقنا، لا يا عم سيبنا شويه، يعني هقول له ايه بعد اذنك سيبنا شويه. خلينا